بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كتب السنة لا يعلمه أكثر الناس، شيء بيفوت على أكثر الناس من المصلين الذين يصلون في جماعة، يخسرون به ثوابا عظيما جدا يوم القيامة لو أنهم التفتوا إلى هذا، إلى هذه الالتفاتة البسيطة، لحصلوا ثوابا عظيما جدا. روى الإمام الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن السكن: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 درجة، فضل صلاة التطوع على في البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الجماعة على المنفرد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة النافلة أو التطوع في البيت، تفضل الصلاة في المسجد بنفس النسبة اللي بتفضل فيها صلاة المسجد على صلاة البيت. يعني صلاة الفرد في المسجد ب 27 درجة، ده الفريضة على صلاته في البيت. ولو صلى في البيت بدون عذر يأثم كمان إثم كبير، مش بس بيخسر الثواب العظيم، لأن ده زي ما قلت قبل كده في حديث كتير بدي علامة نفاق، وبينت الأسباب وبينت الأدلة على كده. العكس بقى صحيح في النافلة. النافلة فضلها في البيت على فضلها في المسجد ب 27 درجة أو ب 25 درجة. روى، طبعا هقول لكم طبعا في احاديث ثانيه كتيره من طرق ثانيه، هقول لكم اهم واحد من اهم هذه الاحاديث. روى ابن شاهين في الترغيب، والامام الدايلمي في الفردوس، وابن حجر في الغرائب الملتقده من مسند الفردوس، والامام الذهبي في تذكره الحفاظ من حديث واحد من كبار عمال التابعين. يعني صلاة الجماعة مثل 25 صلاة في الوحدة. يعني ايه صلاة الجماعة مثل 25 صلاة في الوحدة. يعني صلاة العشاء في المسجد بتساوي 25 صلاة. لو انت لازم تصلي 25 مره في البيت عشان تساوي، وفي الحقيقه بتساوي اكتر من كده بكتير. يعني هي في الحقيقه بتساوي اكتر من كده بكتير، لكن هو النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث ان صلاه العشاء مره واحده في الجامع بتساويها 25 مره في البيت او اي صلاه طبعا. وصلاه تطوعا حيث لا يراه احد مثل 25 صلاه على اعين الناس. يعني لو صليت النافله في البيت كأنك صليتها 25 مرة في الجامع. وده بقى اللي بيفوت على أكتر الناس، يصلي الظهر ويكون مثلا في يوم أجازة مش هيروح شغله، يقوم يصلي سنة الظهر في الجامع برضه. طب ما تروح البيت تصليها، هتصليها في الجامع أربعة هتتكتب لك أربعة، لكن لو صليتها في البيت هتتكتب لك 100 ركعة، مش أربعة بس، وممكن كمان 104 108، لان في روايه 25 روايه 27، لان صلاه الجماعه بتفضل ب 27 درجه. طيب يؤكد، شوف ده مش كده بس، ده اكتر من كده كمان. ده روى موقوفا على الصحابه والتابعين: صلاه نافله في البيت افضل من صلاه النافله في المسجد الحرام. طب يؤكد الكلام ده ايه؟ حديثان. اولا حديث ام سعيد الحامدي رضي الله عنها، قالت رسول الله: اني احب الصلاه معك. فقال لها: ان شئت ان تصلي معي فصلي، ولكن صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك افضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك افضل من صلاتك في مسجدي هذا، اللي هو مسجد النبوي الشريف. يبقى المراه لو صلت في اوضه مقفوله ما حدش شافها خالص احسن ما تصلي في الفناء بتاع الدار، ولو صلت في فناء الدار احسن ما تصلي في المسجد اللي جنب البيت، ولو صلت في المسجد اللي جنب البيت احسن ما تصلي في المسجد الحرام او مسجد النبوي. مع ان المسجد النبوي الصلاه فيه ب 1000 صلاه، والصلاه في المسجد الحرام ب 100000 صلاه. طب ده في كده، ده في حاجه تانيه كمان كنت قلتها لكم حضراتكم، وفضل عظيم جدا. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث: صلاه في مسجدي هذا ب 1000 صلاه، وصلاه في المسجد الاقصى ب 500 صلاه، وصلاه في المسجد الحرام ب 100000 صلاه، وصلاة في أرض الرباط ب 1000 2000 صلاة. أرض الرباط يعني أرض المعركة أثناء احتدام أو احتكام الحرب، أو عندما يحمى الوطيس.
في ارض المعركه الركعه ب 1000 2000 ركعه، يعني ب 2 مليون ركعه، ب 2 مليون ركعه. وافضل من ذلك كله صلاه الرجل في جوف الليل، يعني في الوقت في المكان في جوف الليل في اوضه مقفوله محدش يشوفه. يبقى انت لو صليت ركعتين في الثلث الاخير من الليل احسن ما تصلي 20 ركعه نافله في المسجد الحرام اللي فيه اللي فيه الصلاه ب 100000 صلاه، 20 ركعه ولا 40 ركعه. يبقى فعلا ده الصلاه ركعتين بالليل في الثلث الاخير من الليل افضل من 2 مليون ركعه فعلا. وده كله ده يؤكد ان الصلاه في الاستتار وفي النافل وفي السر حيث لا يراك احد افضل بكثير جدا. يبقى انت الاربعه بتوع الظهر ممكن يكتبوا لك 108 ركعه لو انت صليتهم في البيت، اللي هم الاربعه اللي بعد الظهر. قبل الظهر الركعتين اللي هم بين الاذان والاقامه لازم تصلوا في الجامع طبعا. السنه الظهر هتصلى في الجامع اللي هي قبل الظهر، لكن بعد الظهر صلى في البيت. بعد المغرب ركعتين السنه المؤكده يتصلوا في البيت. لو انت ست ركعات بتوع الست ركعات بتوع صلاه الاوابين، صلاه الغفله اللي قلت لكم عليها انها بتعدل عباده 12 ركعه، بتعدل عباده 12 سنه وبترفع في عليين وكانك ادركت المسجد احييت ليله القدر في المسجد الاقصى وليها فضائل عظيمه. الست ركعات دول لو صليتهم في البيت يكون افضل، الا اذا كنت هتعتكف من المغرب للعشاء في الجامع، ده موضوع تاني. لكن لو انت كده كده راجع البيت يبقى صلي في البيت. بصلي في البيت ست ركعات دول في المسجد هيبقوا سته، لكن في البيت هيبقوا كام؟ اضرب سته في 27. لان الرسول قالها صراحه عليه الصلاه والسلام، قال لك الصلاه بتاعت 25 صلاه 27، يبقى يضرب واحده بتاعت 25 واحده في الفريضه والنافله، الفريضه والفريضه في البيت والنافله في البيت بتاعت 25 واحده في الجامع. شوف انت مش واحنا بنضيع قد ايه؟ الا بقى في حاله واحده، لو انت بيغلب على ظنك انك لو رجعت البيت هتكسل، بيغلب على ظنك انت عارف نسبه 90% انك هتكسل، يبقى انت مضطر. ما هو لما تصلي في الجامع احسن ما تصليش خالص، هيروح البيت يكسل ينشغل خلص. لكن لو انت متاكد انك هتروح البيت هتصلي يبقى انت بتخسر خساره كبيره في الثواب جدا، كبيره كبيره جدا. الاربع ركعات بتوع من بعد العشاء او السنه المؤكده الشفع والوتر صليتهم في المسجد، لكن لو صليتهم في البيت اضرب في 27، يبقى انت ما صليتش ثلاثه، انت صليت صليت حوالي 80 ركعه او اكتر او ما يقرب من 80 ركعه. يبقى اذا المؤمن كيس فاطن ما يضيعش الثواب العظيم ده، ما انت كده كده بتصليهم. هم ثلاثة هم ثلاثة هم أربعة هم أربعة. طب ما تصليهم في البيت، وبعدين لو أنت صليت النوافل كلها في 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 المسجد يبقى جعلت البيت قبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فإن الله تعالى فمن كان مصليا في المسجد فليجعل له في يجعل له من في بيته من يجعل في من صلاته في بيته نصيبا، فإن الله تعالى جعل له بها نورا. ربنا هيجعل لك نور في البيت في الصلاه. يبقى انت لو ما صليتش في البيت البيت هيبقى القبر مظلم، لان الصلاه بتنور البيت. يبقى شوف انت، يبقى انت بتخسر النور في البيت، والاهم من كده بتخسر تضاعف صلاه النافله 25 او 27 ضعف. تضاعف صلاه النافله 25 ابصر. يؤكد كل اللي احنا قلناه ده حديث ام حميد الساعدي اللي الرسول قال لها صلاتك في البيت في حته مقفوله افضل من صلاتك في المسجد الحرام او مسجد هذا. والصلاه الحديث اللي بقول لحضراتكم اللي بيبين الفضل العظيم لصلاه التهجد في الثلث الاخير من الليل انها افضل من 2 مليون ركعه، او لان الصلاه في ارض الرباط ب 2 مليون ركعه. يبقى انت لو صليت ركعتين بالليل في الثلث الاخير من الليل في بيت في اوضه مقفوله محدش يشوفك، بس ما تروحش تصحى الصبح تقول للناس انا صليت عشان ما تضيعش الثواب، افضل ما تصلي 20 ركعه في المسجد الحرام. فيا ريت كل واحد ينتبه للمواضيع دي جدا. اولا النوافل كلها صليها في البيت الا النوافل اللي بين الاذان والاقامه عشان ما تضيعش الثواب العظيم، وعشان تعمل بيتك في بيتك نور، ويكون لك ورد في الثلث الاخير من الليل عشان زي ما احنا بينا الصلاه فضلها العظيم، الفضل العظيم اللي احنا قلناه دلوقتي. ف هحاول اكتب لكم الكلام ده، هكتب لكم طبعا هي في احاديث ثانيه كتيره بطرق ثانيه، بس انا ما رضيتش يعني اطول لحضراتكم، فهكتب احط لكم الكلام ده كله في وصف سخو وشروق ونشر هذا العلم في ثواب عظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.